We really love to see you play here on Earth. We are excited to announce Neymar Jr. transfer to the Martian League. He will leave for Mars tonight. السلام عليكم. ما اعتقد الجيل الاول من الاوبر فايند اكس كان ناجح على مستوى اسواق العالم بصورة عامة واسواق الشرق الاوسط بصورة خاصة، بالرغم من انه واحد من اجمل الاجهزة اللي ممكن تجربها. ما اتوقع ايضا فلوس الدعاية اللي صرفوها على نيمار واللي اخذ له ضبة من الدولارات وصار فضائي طلعت اوبا فلوسه. بعد هذا الفقر اللي وقعت بيه اوبا وبعد هذا الاعلان شفناها بسلسلة رينو اول مرة، وكل فترة قامت تتنقض علينا بجهاز جديد، وهواية من الناس واني منهم اعتقدنا ان هاي السلسلة راح تكون فلاج شيب اوبا الجديدة، والفايند اكس راح يضموه بالترك. واللي ما يعرف الترك هذا مصطلح عراقي نقوله على المكان الفارغ الموجود بنهاية البيت ونشمر بيه كل اغراضنا اللي ما نحتاجها. بس اوبا بالايام القليلة الماضية وضحت بتجهيز الجيل الثاني من هذه السلسلة واللي تأكد بشكل رسمي موعد اعلانه. انا محمد من قناة تك تايم واهلا بكم في فيديو اليوم. Audio Jungle. 80% من تفاعلنا على الأجهزة المحمولة يتم من خلال الشاشة، وبتصريح لشركة أوبو تأكد أنها راح توفر شاشة بدقة عالية، معدل تحديث عالي، ودقة ألوان رهيبة، وأيضا نطاق ديناميكي ممتاز. وهذه الأخبار تأكد قدوم الأوبر فايند إكس 2 بشاشة منحنية الأطراف، لكن مو نفس الميت 30 برو ولا الفيفو نكس 3 5G، بشاشة من نوع أوليد بحجم 6.5 إنش وبدقة الكواد اتش دي بلس، وبإضاءة توصل للألف نتس بالضبط الأوتوماتيكي، وتشبع بالألوان أفضل ما يكون مع دعم شاشة معدل تحديث أو الرفرش ريت 120 هرتز. أيضا نفس المصدر أكد أن المستخدم راح يلعب بكيفه بإعدادات الشاشة اللي تناسب عينه، وتناسب المحتوى المعروض، ما راح يكون محدد بدقة أو تردد معين، يعني تريد دقة الفول اتش دي بلس أو الكواد اتش دي بلس أو معدل تحديث 60 أو 120 هرتز، أنت بكيفك تختار. المعالج راح يكون احدث وافضل ما موجود بعالم الاندرويد لكوالكوم سناب دراجون 865، ايضا المعالج المساعد الاوبو الام 1 مع رام 12 جيجا بايت LDDR5 الاحدث والاسرع بعالم المحمول، وتشكيله الذواكر تبدا ب 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت. استمرار التاكيد ان البطاريه راح تكون بقدره 4000 ملي امبير مع دعم الشحن السلكي سريع هو الاسرع بقدره 65 واط، شحن لاسلكي سريع بقوه 50 واط. أما الكاميرات فشركة أوبو ذكرت بتصريح لها بأنها راح تستخدم مستشعر سوني الأحدث الـ IMX686، هذا المستشعر يركز على مجالات رئيسية كالتركيز عالي السرعة أو هاي سبيد فوكس والدقة العالية والحساسية العالية والنطاق الديناميكي العالي. هاي الإمكانيات الموجودة بهذا المستشعر خصوصا ميزة التركيز عالي السرعة اللي تنطيك تركيز أفضل بجميع الأوضاع، خاصة إذا اقترنت بمعالج الصور الجديد الموجود بسناب دراجون 865، بالإضافة للميزات الأخرى راح ينطينا صور منتهي الجمال. ايضا دقة الكاميرات السربات متوقع ان تكون الاساسية بدقة 48 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا بيريسكوبك زوم بدقة 13 ميجا بكسل، تقريب بصري 5x وبهايبر زوم 50x. ايضا استمرار التأكيد بان تقنية الكاميرا تحت الشاشة ما راح تستخدمها اوبو هاي السنة، هذا يرجح استخدام نفس التصميم الجيل الاول بسلايدر لكاميرا السيلفي. نهاية الفيديو أصدقائي، أكدت أوبو أن الإعلان الرسمي راح يكون يوم 22 من هذا الشهر، راح يكون بمدينة برشلونة ساعة بالثنتين بتوقيت إسبانيا. أوبو حتى تنجح ويا الحيتان الموجودة بالسوق لازم تهتم بتصميم رهيب يجذب المستخدمين، تستخدم أحدث التقنيات والمعالج وتوفير قدرات تصوير رهيبة مع شحن سريع وبطارية أكبر، لأن شفنا نجاح الأزوز روك 2 اللي برغم سماكته بس حقق نجاح باهر، طبعا لازم تدارينا شوية بالسعر ولا يصير مصيرها مثل مصير أخوه الكبير. ننتظر الإعلان الرسمي ونوافيكم بالتفاصيل أول بأول. هذا ما عدنا في فيديو اليوم، لا تنسوا لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم الإشعارات أول بأول. أشوفكم بالفيديو القادم، تحياتي لكم، في أمان الله.